السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات علبة الآيباد برو 2021، التابلت الخرافية التي أعلنت عليها أبل قبل بضعة أيام، الآن أصبحت متوفرة في الأسواق العالمية. أصدقائي، لمن فاته فيديو مراجعة هذا الجهاز والسعر الذي ينزل به ستجدون الرابط في أول تعليق، لكن قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا، لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجية أولا بأول. ومع فتح العلبة أصدقائي، أول ما نجده هو الآيباد برو. كما ترون الجهاز هنا هو أول ما نجده في العلبة. هذه النسخة التي معنا هي نسخة الـ 11 إنش، حجم الشاشة هنا 11 إنش. النسخة الأقوى تأتينا مع شاشة بحجم 12 إنش، لكن تقريبا في المواصفات الجهازين يأتيان بنفس المواصفات. التصميم هنا روعة جدا، الحواف حادة هنا مثل تصميم الآيفون 12. كما ذكرت في بداية الفيديو أصدقائي، بالنسبة لمواصفات الجهاز والسعر الذي ينزل به ستجدون رابط الفيديو في التعليق. أما الآن نكمل الأنبوكسينج الخاص به. بعدها نجد هذا الصندوق الأبيض الصغير الذي نجد فيه مجموعة المانوالز، الكتب الخاصة بالجهاز كما ترون هنا. بعدها أصدقائي نجد الستيكرز، الملصقات الخاصة بأبل. وآخر ما نجده في هذا الصندوق هو مجموعة المانوالز، بقية الكتب الخاصة بالآيباد. والمهم والأهم هنا أن الآيباد برو أصدقائي يأتينا مع الشاحن. أخيرا أبل أعطتنا الشاحن في علبة التابلت، على عكس ما رأيناه مع سلسلة الآيفون. كذلك يأتينا مع كيبل الشحن الخاص به. وكما ترون أصدقائي هنا لا يوجد سماعات، يعني الأمر لم يعد غريب. هذه هي محتويات علبة الآيباد برو 2021 لنسخة الـ 11 إنش، نفس الشيء مع نسخة الـ 12 إنش، نفس المحتويات أصدقائي، لا يوجد أي فرق. إلى هنا وصلنا إلى ختام الفيديو، أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا اللايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.